فاطمة من السودان. نعم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم إسراء تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ، سؤالي، زوجي عنده قطعة أرض ويريد أن يأخذ من البنك قرض عقاري لمدة يمكن 25 سنة يستقطع من الراتب. أنا أبي أعرف حكم القرض العقاري هنا. طيب. مع السلامة. حياكم الله، حياكم الله. طبعا هذه معاملات طبعا هي من يعني ينبغي على الرجل نفسه أن يحرص على السؤال فيها، لأنه المعني بها أولا، والفقه للجميع طبعا نساء ورجالا. أم عبد الله أيضا. أم عبد الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سمحت الشيخ، عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، المقاطع اللي تجي في الواتساب أما نصية أو صوتية عن بعض المشايخ، ولا نعرف يعني صدقها، هل نتبعها أو يعني طيب. احنا عن بن باز رحمه الله عليه، عن بن عثيمين. طيب. ولكن احنا يعني بجهلنا يعني ما نعرف، يعني احنا نشوف اللي موجود بس ما ندري هي البن. طيب الثاني نفخ الوجه يا دكتور شيخ. نفخ الوجه بايش؟ بوتكس يعني ولا ايش؟ لا بدهون، نفس الدهون ياخذونها من الجسم ويحقنونها في الوجه. طيب تسمعين الجواب، نفخ الوجه بالدهون. ابو فارح من السودان. ابا فارح. الو. ايوه. الو، مرحبا. مرحبا. طيب امل تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخي. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. الله يرضى عليك يا ربي. انا في عندي سؤال، ممكن؟ تفضل. ممكن انا بدي اخلي العيال وهي والبنات الثنتين يسافروا على الاردن. ايوه. بدون محرم، هل يجوز ولا ما يجوز؟ بالباصات طبعا. والله يا اخي انت تعلم ان نبيك عليه الصلاه والسلام قال لا تسافر امراه الا مع ذي محرم، وهذه الزوجه والبنتين امانه في عنقك، ولذلك لابد ان تطبق فيهن الحكم الشرعي، ونسال الله يعيننا واياك. في باص جماعي يعني في اسر معاهم؟ ولو كان يا اخي، هو قال شوف، الاسره ما تكون محرم للاسره، هو قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، والمحرم لابد يكون ذكر مسلم عاقل بالغ محرم على التأبيد، حرام عليها حرام مؤبد. يعني هذه شروط المحرم في الشريعة الإسلامية. وحياك الله أخونا طه من العراق، تفضل. السلام عليكم شيخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي إني أحبك في الله. حياك الله، أهلا وسهلا. رمضان كريم وعلى الأمة العربية تجمع. شيخي أريد أعرف الفرق بين الآيتين الكريمة، الأولى تقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وفي سورة النساء يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم ليست التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة حتى إذا حضر أحدكم الموت قال إني تبت الآن. طيب تسمع الجواب إن شاء الله في تفسير الآيتين والجمع بينهما ومعناهما. الأخ محمد من المغرب. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله. حبك الله يا أخي. سؤالي هو أيوة، هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف النقال؟ لا حرج ولا مانع يا أخي الكريم. شكرا. حياك الله. الاخ غازي. ابو غازي. ابا غازي، حياك الله ابا غازي. نعم. حياك الله يا شيخ، كيف حالك؟ الحمد لله. احبك في الله يا شيخ، الله يحفظك. الله يحييك. عندي السؤال الاول، الله يحفظك. ما هو ما حكم يعني شرب او الاكل في اذان الفجر؟ السؤال الثاني، اذا قامت صلاه المغرب، هل يجوز اني اكمل اكلي ام اني الحق الصلاه؟ السؤال الثالث، إذا سافرت مثلا، أنا ساكن في الدمام، إذا مثلا رحت البحرين، أبي أسافر البحرين، هل يجوز لي الفطر والقصر والجمع؟ السؤال الرابع والأخير، ما حكم المشي مع جماعة التبليغ؟ الأخ فهد تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا شيخ. نعم، حياك الله.
في يا شيخ الله يحييك، والدي توفى الله يغفر له، واطلع ثلثه من البن ولا قال انها في انها ضحايا او انها في اعمال البر او في اي شيء، ما قال لي منها اي حاجه، فيعني ما ادري وش الوضع اسوي فيها. طيب لحظه، تقول والدك عنده ابل ها؟ اي نعم طال عمرك. اخرج منها جزءا؟ اخرج نعم. يعني نعم. عزل جزء منها، عزلها؟ اي قال الفلانة، سواء عددها واجد او شوية، المهم قال هي عددها هي الفلانة، هي ثلثي وعلى يد الطيبة من عيالي. فما ادري يا شيخ، هو لا قال انها ضحوا لي منها ولا تصدقوا لي منها ولا شيء، هل انا اتصرف بما هو لائق؟ لحظة لا؟ لحظة، هذه عبارات مهمة يا اخي، هذه عبارات مهمة. ايش اعد كلامه بشويش، بس اعد كلامه. ايش قال لك؟ هو طال عمرك قال ترى ثلثي من مالي عدد ألف لانة، يعني بسمياتها لحظة قال ثلث مالي. طبعا هو ما عنده إلا إبل ها؟ ما عنده، نعم ما عنده إلا إبل. يعني فإذا كلمة ثلث مالي يعني ثلث البعارين هذه، البعارين هذه يعني عدد نقاط معينة أسماها. طيب هل النقاط هذه اللي عدد أسماءها تساوي الثلث تقريبا؟ لا أقل من الثلث يا شيخ. ها أقل من الثلث. أي الله يبي، لكن هو قال ثلث ولا قال هذه وبس؟ لا قال نقاتي هذه ألف لانة. اي نقاتي هذه أي ألف لانة تراها تزمالي، لا قضحوا لي منها ولا قال صدقوا لي منها، وبعدين صابه مرض الجلطة وبعدين اختل عقليا يعني. طيب ما أدري هل أنا شيخ هوني أقوم بالصدقاتي منها وضحيلة وزكيلة منها أو كيف طيب. أقوم بما هو أحسن أو كيف يعني؟ طيب لحظة، هو قال الآن نوقاتي هذه ها؟ اي نعم ناقاتي جمع ناقة، ناقاتي هذه. ايه وش قال بعد هالكلمة؟ وش قال؟ ما قال تراها ثلث مالي وعلى يد الطيبة من عيالي، هذه كلمة اللي هو قال. لحظة شيء، قال هذه ثلث مالي وعلى يد الطيب من عيالي؟ اي نعم. شوف كلمة على يد الطيب من عيالي معناها ظاهرها أن الطيب من عيالي يتولى إنفاق الثلث هذا في، ونشوف بعدين أعمال الخير وشه. معناها أن هذا الرجل قد عزل ثلث مال هذه النوق، هذه النياق هذه عزلها ها؟ ويبغى الطيب من عياله على يده، يعني على نظره، على نظر هذا الطيب من عياله على يده يكون تصريف هذا الثلث. نعم يعني يضحي له منه، ما يتصدق منه على الفقراء وهكذا. طيب يا شيخ الله يجزاك خير، انا ضامها فيها، اسقيها واطعمها وعندها راعي وعندها سيارات تنقلها لنا وتنقلها الطعام واتعب عليها ألقحها وولها، يعني مواليها مثل موالاة إبلي، هل أنا أخذ عليها شيء ولا ما أخذ عليها شيء؟ إيه في واحدة منها سيمة 130,000، هل أخذ منها شيء؟ إيه هل أخذها وأنا محتاجها، يعني محتاج للنقود أخذها وبدل له ناقة ثانية محلها ولا أتركها مرة واحدة ولا كيف الوضع أنا وياها؟ طيب عزل نياقا معينة من إبله وقال هذه على يد الطيب من عيالي. نعم. فهل يجوز إبدال بعضها، بيع بعضها وشراء بدلها إذا جابت سعر كويس مثلا؟ أو أعطيها من عندي، من حلال اللي عندي. أي لحظة. وهل يأخذ الولد أجرة منها على قيامه بها؟ سم. وماذا يفعل بها؟ هل يتصدق بها هي أو لبنها وصوفها أو ماذا؟ طيب هذا سؤال يحتاج إلى بحث يا أخي. سم. فإذا ما أعطيناك جواب هالحلقة تتصل سم. علي إن شاء الله لمعرفة الجواب. أثابكم الله. حياك الله حياك الله. طيب الأخت حنان من أسبانيا تفضلي.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رفعت دعوى الطلاق على زوجي. ايوه. كان يضربني ويهددني بالقتل امام الامن الاسباني. لحظة لحظة شوي. رفعتي دعوى طلاق على زوجك وبعدين؟ حلفت بالكعبة الشريفة ان انا ارجع له. لحظة، مين اللي حلف بالكعبة الشريفة؟ أنا. حلفتي بالكعبة الشريفة إنك ما ترجعي له. أيوة. وبعدين الآن تريدين الرجوع. أي طلب مني الرجوع. فما هو الحكم؟ طيب الأخت حنان الآن ما بلغتنا، هو رفع الدعوة طلاق، لكن هل صار في طلاق ولا ما صار في طلاق؟ ما ندري، وهذا يعني أو صار فسخ أو صار خلع أو ما صار شيء، رفع الدعوة وما كملت. لعلها ترسل لنا على رقم البرنامج بعدين إيش ماذا فعلت يعني. لكن طبعا في شيء خطير الآن، الحلف بالكعبة، الحلف بالكعبة خطير هذا. من كان حالفا فليحلف بالله. الحلف بالكعبة حرام، لا يجوز الحلف بالكعبة. يقول ورب الكعبة، نعم ورب الكعبة، لكن والكعبة الشريفة حرام. الحلف مسلم، حلف المسلم لا يكون إلا بالله، الحلف تعظيم ولا يليق أن يكون إلا بالله. التعظيم لله والحلف به سبحانه توحيدا، هذا من التوحيد، ما نحلف إلا بالله. طيب وإن شاء الله يعني لعلنا نشوف شيئا يفيد هذه الأخت. الأخ لؤي، لؤي تفضل يا لؤي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ كنا جالسين من فترة نتكلم، فواحد بيقول إنه تعرفوا إنه صلاة الجماعة بس تفوتكو، الصلاة الثانية مكروهة في المسجد وكروها أشد في في المدينة وفي مكة يعني. وروى قصة عن عبد الله بن مسعود إنه فاتت صلاة الجماعة وكان معه اثنين من الصحابة ورجع على البيت الأولى يصلي فيهم في البيت جماعة لأنه مكروه صلاة الجماعة الثانية في المسجد. وزاد إنه في تأكيد من الألباني وابن عثيمين على هذا الموضوع. وإذا كان هذا الموضوع صحيح، ليش ما حد يجيب سيرته من الشيوخ؟ يعني موضوع إنه الأولى إذا راحت صلاة الجماعة صلاة في البيت مش الجماعة الثانية، ومكروه إنك حتى لو صليت في المسجد صلي لحالك، ما تدخل في جماعة وما تخلي حد يدخل معك. طيب طيب طبعا يعني نسبة الكلام للشيخ الألباني فيه وارد، لكن الشيخ ابن عثيمين هذا غريب. على أي حال تسمع الجواب إن شاء الله. عن الناس يعني بحث طيب بشكل طيب عام على تسمع طيب طيب تسمع الجواب إن شاء الله. ما حكم الجماعة الثانية في المسجد؟ هل هي مكروهة؟ هل هي أشد كراهية في مكة والمدينة؟ ما صحة ما جاء عن ابن مسعود في هذا الموضوع؟ تسمع إن شاء الله. الأخ أم نوف، أم نوف نعم. ألو السلام. أيوه. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. شوف يا شيخ الله يعطيك العافية، هذا رجل جايين من الأمن الحلال يمشي على الطريق ولقى له وجد له راعي سيارة على الطريق وموقف على الطريق قريب من الطريق، وهي ظهر موتر الجمل، جمل يجر له الحبل وتوالي الطريق، والشمس مغربة مشرقة ما شافه، والرجل يجر الحبل والرجل الشمس مغربة قريب على شعة ما شاف الرجل ودعس الرجل، هذا عليه شيء ولا لا يا شيخ؟ من هو اللي من هو هذا؟ راعي راعي ولا من هو ولا ولدك ولا من هو؟ لا هذا رجل دعس له راعي سيارة وموقف على الطريق يجر له حبل جمل بظهر السيارة. أيه يعني زوجك ها زوجك دعس زوجك دعس واحد راعي إبل، واحد راعي سيارة موقف على الطريق يا شيخ، موقف على الطريق. أي لكن وش دخل الحبل؟ أي والرجل نزل من السيارة يجر الحبل، حبل الجمل هذا اللي في السيارة يجر قريبا من الطريق بيربط الجمل يعني. أي على وقت على وقت المغرب يعني الشمس شارقة ما شافه. يعني ودعسه على الطريق يقول ما شفته، لا دعست الرجل. اي يعني زوجك دعس رجلا قتله بالخطا، هذا قتل خطا. قتله بالخطا الله قتل. اي طيب هذا قتل الخطا الله يسلمك. أيه معروف ان قتل الخطا الان
فيه الدية والكفارة، يعني زوجك عليه عتق رقبة ما حصل يصوم شهرين متتابعين، ويؤدي الدية العصبة، عصبة الزوج، عصبة زوجك العصبة تؤدي الدية إلى ورثة القتيل. هالحين يا شيخ الله يعافيك، ايه شوف ولدي صار مثله، تعرض لحادث ودعس له رجال بحادث، يعني في حادث، يعني شابه اباه، يعني الولد شابه اباه. اي إيه شابه اباه، بس انه يعني حادث، ان السيارات تلاقت السيارات وصدم له رجال وذبح في السيارة على طريق عادل. طيب خلاص يصير عليه مثل ما على أبيه، عليه الدية والكفارة، عليه مثل يعني ما على أبيه الدية والكفارة. يعني وش يصير عليه؟ الله يرحم والدينك. صيام شهرين متتابعين هذه حق الله، وإعطاء الدية، إعطاء الدية لورثة القتيل هذا حقهم. بس الحسن من المغرب تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ. حبك الله. لدي سؤالين، الله يطول عمرك يا شيخ. تفضل يا أخي. السؤال الأول، إنسان مريض ولا يستطيع الصوم، وكيف يسدد هذا الدين شرعا؟ يعني إنسان شرعا دين الصائم. إنسان مريض، يعني بالطريقة الشرعية. إنسان مريض لا يستطيع الصوم. لحظة، لا يستطيع الصوم، لا يعمي الأدوية، لا تستطيع له أن يصوم. إيه ولا يعني يا أخي يرجى برؤه ولا لا يستطيع، لا الآن ولا بعدين؟ لا يستطيع الصوم، يعني يعمي الأدوية السكري. يعني هذا مرض مستمر، مزمن مزمن حق مدى الحياة. طيب لا يطعم عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين مال ولا شو شرعا؟ لا طعام، يعني إما مثلا لو رمضان كان 30 يوم يوزع 30 وجبة، 30 وجبة عشاء على المساكين، يوزع 30 وجبة عشاء على المساكين، أو 1.5 كيلو رز عن اليوم، يعني 45 كيلو رز مجموع الفدية تبع الشهر كله، 45 كيلو رز يوزعها على المساكين. أشخاص يعني ما هو شخص واحد. اي ففدية طعام مسكين، ففدية طعام مسكين عن كل يوم. السؤال الثاني يا شيخ الله يحفظك، الوالد توفى وليه عنده دين، يعني شركة اتصالات يعني تابته بدين، ولما بدنا نخلص هاي الشركة يعني نسدد هذا المبلغ، قالنا احد الاشخاص لا تسددون هذا الدين. قلنا له ليش؟ قال لك ان هم ياخذون مبلغ قبل العقد، قبل ما يوقع الشخص العقد لا تسددون هذا الدين، وهو الحين هاي شركة الاتصالات هي تابعته بهذا الدين. ايوه بس شوف يا اخي الكريم الان، الفلوس اللي تاخذها شركة الاتصالات مسبقا قد تكون رسوم خدمة او رسوم بدء خدمة او كذا، وقد تكون دينا عليها لصالح المستخدم. طيب فنبغى نعرف، هل الفلوس اللي تأخذها أخذتها مسبقا هي رسوم مستهلكة، يعني رسوم بدء الخدمة ولا تقديم الخدمة، ولا هي رصيد لصالح المستخدم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هذا الرصيد لو كان لصالح المستخدم دينا على الشركة، الآن الفاتورة الفواتير الاتصالات تبع الوالد، هل هي في المبلغ الإجمالي تبعها مثل المبلغ الأول ولا أكثر؟ لأنه لو كان أكثر. أيوة، فإذا كان أكثر لازم نعطيهم الفرق. يعني لو فرضنا المبلغ الأول كان رصيدا، أنت لازم تتأكد منهم الآن نقطتين، هل المبلغ الأول هو رصيد للوالد عندهم، دين عليهم ورصيد للوالد، فتعطيهم أنت الفرق، تعطيهم الفرق الباقي. عرفت؟ فهمت معي؟ يا شيخ انا نيتي، انا ابن وانا نيتي ان اسدد هذا الدين، يعني ما بدي ادخل معه في تفاصيل. طيب اذا ما تبغى تنظر في المال السابق ابدا، خلاص شوف الفواتير اللي على ابيك وسددها. اسددها، يعني بدي اخلصه من هذا الدين. خلاص اذا ما تبغى تنظر في المبلغ السابق سددها،
وبعدين تفاوض معهم يمكن هم يسامحوا الميت. في بعض الشركات إذا مات العميل تبعهم يسامحوه يسقطوا نصفها يعني يمكن، وإذا ما في خلاص سدد وريح نفسك وريحه. طيب أبو أسماء. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يحييك يا أخي. كل عام وأنت بخير. وأنت طيب. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال. أيوة. لو سمحت هل كل ما يحدث لنا مقدر ومكتوب ولا شيء في شيء من اختيارنا؟ والله الذي لا إله إلا هو إنه كله مقدر ومكتوب، كتبه الله على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يعني أنا الحين مثلا عمري 42 عام وسافرت السعودية ثلاث تأشيرات ونقلت مرتين كفالة، سافرت مثلا بمهنة سائق خاص، أنا الحين بلوم نفسي مثلا لو سافرت بمهنة محاسب من البداية ما كنت تعبت وتعرضت إني أتعب التعب ده كله. هل الاختيار ده من عندي ولا ربنا مقدره وكاتبه سبحانه وتعالى؟ ربنا كاتبه ومقدره سبحانه وتعالى، وانت عليك انك تحسن وضعك قدر الامكان بدون ما يعني طبعا تعمل مثلا تجيب تزوير شهاده، يعني يمكن انت مو محاسب تزور شهاده محاسب تجي ما يجوز. لا انا محاسب معي بكالوريوس تجاره وشهاده مختومة من الخارجيه المصريه. ممكن ترجع وتجي بفيزا جديده. أنا محاسب مثلا يعني هل الوم نفسي ان انا من البدايه ما اخترت الصح ولا سلم امري لله؟ سلم امرك لله وحسن وضعك، سلم امرك لله. ما يفيد الان، ما يفيد اللوم على الماضي. ايش فائده اللوم على الماضي؟ لو تفتح عمل الشيطان لو تفتح. ربنا يفرج كربه وربنا يرزقنا سلم امره. الله يفرج كربنا وكربك. حياك الله. الاخ صالح تفضل يا صالح. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤالي بالنسبه للقرض من البنك على اساس انهم يبيعون السلعه ويشترونها منك بثمن اقل. طبعا هذا بس امور ورقيه، بس انت ما شفت السلعه، هل يجوز أم لا؟ تريد أخذ قرض من البنك؟ تمام أيوة. فقالوا لك ما؟ قالوا لك تشتري الطريقة، تشتري من عندنا بضاعة. أيوة. ثم تباع البضاعة. تماما أيوة. ولكنها السؤال الآن، هل البضاعة في حوزتهم يملكونها ولا لا؟ يملكونها وفي مستودع أنا لم أراها. ممتاز. حتى تصير الشغلة شرعية لازم أنت لما تشتري البضاعة منهم أنت تأخذها أو توكل واحد من طرفك يستلمها ويطلعها من عندهم، يطلعها على سيارة على تريلا ثم تبيعها بمعرفتك أنت وتأخذ الفلوس بعدين تسدد لهم بالأقساط. أيوة أيوة. أما أنك لا تشوف ولا تستلم ولا تعرف، بس كلها أوراق في أوراق، وقع أنك اشتريت من عندنا كذا، وقع انك وكلتنا بالبيع، يا مدري يلا هذه فلوس في حسابك، هذا تلاعب. ايوه الله يعطيك العافيه يا شيخنا. حياك الله. وحيلة من الحيل. ابو اسامه تفضل. ابو اسامه. اي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. حبك الله يا شيخ. احبك الله. الله يحفظك يا شيخ. انا عندي رجل اخذ مني مبلغ من المال، أحيانا يأخذ 5 وأحيانا يأخذ 10,000 حتى وصل لمبلغ 130,000. فطلبت منه المبلغ وقال ما أقدر أسدد، أنا حالتي تعبانة وظروفه صعبة شوية، فهل يجوز أن يعطيه من الزكاة يا شيخ؟ أيوة. شوف الآن أنت ما عليك زكاة على 130,000 لأنه لا معسر. طيب أيه. فإن كنت تريد إعطاءه الزكاة لمساعدته هو لا مانع، بس إذا كنت بتعطيه عشان يرجع لك لا، هذه أيوة. قضية أخرى. فأنت أيوة. الآن تبغى تعطيه زكاة يعني لأنه فقير ومراعاة لحاله، شيء خلاص لله ما هو مسترد، زكاة حق لله للفقراء، ولا تبغى تعطيه عشان يرجع؟ لا أنا بعطيه الزكاة يا شيخ عشان يرجع دينه. هذه المشكلة، لا تفعل ذلك. إما أن تعطيه له ما هي مستردة، زكاة خلاص. طيب هو قال بيرجع لي. اي بس انت الزكاه ليس شيئا مسترجعا، يعني ما يجوز لواحد يطلع زكاه علشان ترجع له الزكاه. ايوه. فلذلك اما ان تعطيه زكاه لفقره ياخذها هو خلاص، ولا تعطيها واحد ثاني. حياك الله. حياكم الله الاخوه والاخوات.
يقول السؤال وارد إلى تطبيق البرنامج، هل يجوز إطعام طبخة كاملة بدل إعطاء كيلو نص رز في الكفارة الإفطار؟ نعم، ما دام خلاص وجبة أشبعه يكفي. الله قال إطعام وقد فعل وأطعم، مطبوخ أو غير مطبوخ. كنت أجهل أن الصفرة بعد الطهر لا تعد شيئا، وكنت أترك الصلاة، فما الحكم وقد مرت سنين؟ قدريها تقديرا وأقضيها، أقضيها مع كل فرض فرض. يعني افرضي أنك قلتي أني أنا تركت مثلا تقريبا ما مجموعه تحسبي كذا مثلا كم مرة الحالة هذه كانت تجي، يعني كانت تجي في الشهر مثلا تحصل لك يوم يومين مثلا، كم كانت تجي وتترك الصلاة في الصفرة هذه في الشهر؟ طيب مر كم سنة على هالحال؟ 10 تضربي في 12 تضرب، فإذا هي عملية تقديرية، وبعدين تقضي الصلوات هذه على تدريجيا حتى تنهيها. هذا دين لله، يعني هذه الصلوات دين لله. يقول السؤال، أنا أذن المغرب وأنا في السيارة ما عندي شيء أفطر عليه، ماذا أفعل؟ انوي الفطرة بقلبك، انوي أقل شيء انوي الفطرة. أما مص الإبهام لا دليل عليه ويفعله من لا علم عنده. إما أن عندك شيء تفطر عليه في السيارة، تمرة ماء، ولا انوي بقلبك الفطرة، هذا أضعف لي خلاص، هذا ما تستطيعه. أنا مشرفة مسجد في التراويح بسبب الزحام، من يأتي هناك من يأتي بأطفالهن ويسبب إزعاج، هل أمنعهم؟ نعم، إذا كان لا المصليات يسمعنا قراءة الإمام ولا خشوع ولا خلاص، إذا فات يعني فات مقصود العبادة راح. أما واحدة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي فسمع مرة بكاء طفل فعجل بالصلاة، تحصل مرة، ما هذا ما يمنع لأجله المرة والشيء النادر ما نمنع، لكن يصير الأصوات هذا يجاوب هذا، صياح صياح من كل جانب، لا أحد يسمع شيء، ولا والأولاد جايبين البالونات والنساء حاطين الشوربات وهذه ترمي حفاظات أولادها في المكان، يعني في مآسي تحصل في مصليات النساء، فلا بد، هذه بيوت الله، وين التقوى الله؟ فإذا لا تمنع النساء من إتيان المساجد بأطفالهن، هذه في الأوضاع العادية، إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، ماشي، لكن صيانة المسجد من نجاسات، الفرش هذا وقف، كيف تحط عليه تقول تحط عليه سوائل والعصير للأولاد والبطاطس والفش وبعدين؟ ولذلك لابد من تقوى الله في المساجد. طيب، اتسحرت وانتظر الصلاة وجاتني غفوة ولما صحيت شربت الماء ثم سمعت المؤذن يصلي. إذا كان لما صحيت كنت تظن أن الفجر ما طلع فليس عليك شيء، ليس عليك شيء. إذا كنت تظن أن الفجر ما طلع فأكلت أول ما قمت من النوم ما عليك شيء. وأما أن واحد يقوم من النوم بعد يقول لا ما في داعي أطالع في الساعة ولا أشوف الشباة ولا أشوف، لا هذا مفرط. فإذا إذا كنت لما قمت من غفوتك كنت تظن بقاء الليل وأن الفجر لم يطلع فشربت فلا حرج عليك. ترك الوتر في صلاة الجماعة لصلاة قيام الليل في البيت لا مانع، لكن شوف من صلى مع الإمام حتى ينصرف، الأفضل تصلي حتى ينصرف الإمام لتنال الأجر وترجع إلى البيت، صلي مثنى مثنى وما تعيد الوتر وتجمع بين المصلحتين والحمد لله. ما هو دعاء الإفطار؟ أي دعاء طيب؟ ما ثبت دعاء معين؟ أي دعاء طيب؟ بعد ما يأكل يفطر ويشرب في الحر مثلا يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. الإمام ما يترك لنا فرصة نقرأ الفاتحة،
عند بعض العلماء الذين يقولون الصلاة الجهرية ما يجب على المأموم أن يقرأ كالإمام مالك وشيخ الإسلام بن تيمية، خلص يكون ما عليه قراءة، كذلك مذهب الحنفية. وأما من يوجب القراءة على المأموم فيقولون لك اقرأ ولو قرأ هو بعد الفاتحة، اقرأ إذا ما قرأت في سكتات الإمام، اقرأ بعد الفاتحة الفاتحة ولو قرأ. ما حكم تذوق الطعام بطرف اللسان؟ لا مانع معرفة ملحه نضجه ثم تلفظه ثم تلفظه تلفظه ثم تلفظه. أشتكي من تسلط الشيطان علي في كل صلاة، مرة يتسلط علي بالضحك بالتبسم إلى آخره. أنت ما تضحك طبعا لأن الضحك يبطل الصلاة، التبسم ما يبطل. استحضر عظمة ربك وفكر في معاني الآيات والأذكار التي تقرأها. ما حكم تخصيص آيات أو طيب سجدة التلاوة؟ من لم يستطع السجود ما عليه شيء، ما عليه شيء. مزيل العرق البخاخ هل يفطر؟ الجواب لا. شرب صحيت وجدت نفسي احتلمت وأنزلت بدون تعمد، ما عليك شيء، صيامك صحيح. تأخير زكاة المال لأن بعضها بسعر التجزئة وبعضها بسعر الجملة، قدرها تقديرا، أنت اللي تبيع في السنة، كم تبيع تجزئة كم تبيع مفرق، وأخرج بناء على هذا التقدير، حدد السعر بناء على هذا التقدير واحسب الزكاة وطلع الزكاة. رفع اليد أثناء الدعاء في ركعة الوتر مع الإمام لا مانع، يرفع يديه لا مانع. طيب السؤال زوجتي لا تطيعني في المعروف، كيف الهجر؟ أول شيء عظوهن، أول شيء قبل الهجر يا أخي، الوعظ، وين الوعظ؟ وين الوعظ؟ عظوهن. كثير من الأزواج لا يحسن أن يعظ زوجته، ذكرها بالله، بحقك عليها شرعا، ماذا لها إذا أطاعتك عند الله، ماذا عليها إذا عصتك، حكم الناشز، ماذا الملائكة ماذا تفعل، هذا موعظ. عظوهن فعظوهن، بعدين اهجروهن في المضاجع، ما يعني وانت قاعد تترك البيت يمشي يقول شهر أنا ما أجيها، لا، اهجروهن في المضاجع، كذلك ترك كلامها، إدارة ظهرك لها في المضجع وهو شديد عليها، قبل ما نوصل للحلول. بعض الناس على الطول حلول تصعيدية. يقول علي كفارة إطعام 60 مسكين، كيف أطعمهم؟ ذكرنا كيف تطعم على المسكين، 1.5 كيلو مثلا رز تقريبا، تبغى طلع 60 وجبة وزعها على 60 مسكين، طلعها بالأقساط. هل نظر المرأة إلى عورة الزوجة يقضي وضوء؟ لا، ولا العكس. أما لمس العورة طبعا، من لمس العورة يقضي الوضوء. ولما لمس عورة الإنسان لنفسه هذه مسألة طبعا أخرى، مسألة لمس عورة نفسه فيها تفصيل. الزيادة على أموال القصر في البنك نقول ربا، والولي يتخلص منه، وليهم يتخلص منه نيابة عنهم، ألا يجب عليهم التخلص من الزيادة؟ يجب، كذلك الولي يقوم بذلك نيابة عنهم. هل يجوز الصيام بدون سحور؟ نعم يجوز، ولكن الأفضل لا تفوت السنة. حكم قراءة سورة بها آية فيها سجدة في الصلاة، إيه لا مانع، تقرأ وتسجد، إيش المانع؟ ما المانع؟ اقرأ واسجد وارفع. طيب بلع الريق في الصلاة لا يضر الصلاة ولا يضر الصيام. بالنسبة للأسئلة التي جاءت من الإخوة والأخوات أيضا،
تقول مقاطع لمشايخ ما ندري عنها. شوف المقطع إذا كان موثقا، يعني مثلا صوت الشيخ المعروف، صورة الشيخ المعروف، انتهينا. أما النقل عن الشيخ فلا بد من تأكد. فمن هو الناقل؟ أنت قرأته في موقع من؟ نقل عن الشيخ بن باز، بن عثيمين، الألباني، أحمد شاكر، الشنقيطي، إلى آخره. طيب الطاهر بن عاشور قرأ العلماء. إذا كان من هو الناقل للكلام؟ هل قرأته في موقع شخص ثقة ينقل عن أهل العلم ثقة؟ أم قرأته في مكان يعني مجهول المصدر، ما تعرف من اللي وضعه؟ فقد ممكن أي واحد يضع على عالم ويقول فتاوى 10560 ممكن. ولذلك لابد نبحث، نروح لفتاوى العالم ونشوف هل فعلا الفتاوى هذه موجودة للعالم. الأخت قالت يعني في أشياء منسوبة لابن باز وابن عثيمين في الواتساب. ممكن نفتح الإنترنت ونروح على موقع الشيخ بن باز، نروح على موقع الشيخ بن عثيمين ونتأكد. يعني العملية سهلة، يعني أزرار 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 نتأكد فيها. وإذا كان اللي حط الكلام واحد طالب علم معروف موثوق، فالأصل السلامة، والأصل أنه رجل لا يكذب ولا يغش المسلمين، فالأصل أنه جاءنا من ثقة. أما مجهول المصدر أو واحد غير ثقة نتأكد. طيب طبعا جزاء الصبر عظيم عند الله بالنسبة للسؤال، يعني إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذا شيء معروف. وما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله به إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. يعني كان السؤال عن أشياء تتعلق بالمصائب، ماذا يفعل الإنسان؟ يوقن أنه ما أخطأ ولم يكن ليصيبه، ما أصابه ولم يكن ليخطئه، والحمد لله. طيب إن الله وملائكته يصلون على نبيه الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إيش معناها؟ يقول الأخ سؤال، يعني صلاة الله ثناؤه على نبيه عند الملائكة، ثناؤه على نبيه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الدعاء. قال ابن عباس يصلون يبركون. وإيش معنى التسليم؟ إيش معنى وسلموا تسليما؟ وسلم إيش يعني؟ وسلم على نبيك إيش يعني؟ سلم، سلمه من كل شر، من كل آفة. السلام على السلام، سلامتها سلامة سنته من أيدي العابثين. يعني لو واحد طب قال خرص النبي صلى الله عليه وسلم مات، حتدعي له وسلم من إيش؟ نقول سلم سنته، سلم حديثه، سلم آله وذريته. والبركة إيش هي؟ كثرة الخير. نقول صلي وسلم وبارك. طيب مسألة النهار والليل، يقول يعني عندنا ديوان الوقف السني. طبعا نقول الأصل إيش؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالنهار كله صيام والليل كله إفطار. وإذا كان ديوان الوقف يوقت على الفجر الصادق فيعمل بذلك، يعمل بذلك. وإذا كان واحد يعني ما يعرف، عنده الفجر معروف، الفجر الفجر الصادق والفجر الكاذب، ويسأل أهل الخبرة، يسأل أهل الخبرة. طيب كذلك يعني السؤال الشرب والأكل أثناء الأذان. يا أخي إذا أذن طلع الفجر انتهينا، ما هو المفروض ما يأذن إلا إذا طلع الفجر، خلاص من يوم ما يكبر أمسك. طيب تقديم الطعام للكفار في نهار رمضان، هذا واحد أخ سأل يعني من الأسئلة الواردة. طبعا الكافر مخاطب بفروع الشريعة، الكفار مخاطبون بالإيمان ومخاطبون بفروع الشريعة. فكذلك أنت لا تعنه على مخالفة ما هو مخاطب به. طيب يقول السؤال ثقب الأنف للوضع الحلي، بعض المذاهب كالشافعية قالوا لا يجوز ثقب أنف الصبي ولا الصبية، وبعضهم قال يجوز ثقب أنف النساء والبنت للتزين. فإذا بعضهم قال هذه مثلة وتشويه، لا، ولكن جماهير أهل العلم
أجازوا ذلك للنساء للتزين. أما إذا كان عند الهندوسيات ولا كافرات في عدد معين، خرزات معينة، شكل معين، لا يجوز التشبه به، لا يجوز التشبه بهم فيه. طيب، الأخت اللي سألت نفخ الوجه بالدهون، في عمليات تجميل وعمليات إصلاح عيب، أحيانا يصير حرق مثلا، الحرق وإصلاح طارئ لا بأس، وأما النفخ لابتغاء الحسن والتجميل، المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فلا، فلا، وهذا من سبل الشيطان، ولآمرنهم فلا يغيرون خلق الله. وراح نحصل إيش؟ ما في وحدة راضية بخلقة الله. هذا يقول أنا أبغى أبيض، سمر، بيض، فتح، غمق، انفخ، نسم، اعمل، وبعدين خلاص، خلاص، ما في، ما في رضا بخلق الله. طيب، آية إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، وليس التوبة إذا نزل الموت، خلاص، خلاص، إذا غرغر انتهينا، إذا رأى ملك الموت انتهينا. طيب، وأما قوله تعالى قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، توبوا. طب تبغى تجمعها مع الآية السابقة، توبوا قبل الموت، لا تيأسوا وتوبوا قبل الموت. طيب، هذا بالنسبة للجمع بين الآيتين. من الدمام إلى البحرين ليس بسفر عرفا، ولذلك لا تقصر تجمع وتفطر. يقول إذا أقيمت صلاة المغرب أكمل أكل؟ نعم، إذا نفسك تشتهيه أكمل، أكمل. طيب، الجماعة الثانية في المسجد الراجح لا حرج فيها، أن واحد فاتته يصلي، لكن يكون في المسجد أحيانا جماعتين، نقول لا، ما يصير فيه جماعتين مع بعض. الشيخ بن عثيمين قال إن لم نقل مكروه، إن لم نقل محرم فهو مكروه، أو هو مكروه إن لم نقل محرم، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما تسوي جماعتين في المسجد، وفي مساجد كان فيها جماعات على المذاهب الأربعة في وقت واحد، تفريق للمسلمين، هذا لا. لكن انتهت الجماعة، جو جماعة ثانية، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، هذا نص، أزكى من صلاته وحده، من يتصدق على هذا؟ كذلك. أما قصة ابن مسعود أنه علقمة والأسد أقول مع المسعود المسجد فاستقبله الناس وقد صلوا فرجع بهما إلى البيت وصلى، فلعله خاف أن يتهاون، يشوف يقول هذا فعل ويتهاون الناس ويقول ما، فلذلك لعله راعى مصلحة معينة في رجوعه، وليس أنه هذا ممنوع ومحرم، لا. طيب.